السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طبعا اليوم معنا موضوع تعليم الطائر بعض الألعاب. نبدأ بلعبة بسيطة وسهلة وبدهاش مجهود كثير، هي يعني الطائر يسلم. كيف الطائر يسلم؟ تحتاج أنت شوية يكون جوعان المفروض الطائر، والأشياء اللي يحبها زي البزر. الطائر عندك وتصير تمد له إيدك مثل اطلع، ولكن ما تمد إيدك كاملة، إصبعك طرف إصبعك، ويقول له سلم سلم، مسك هيك خلص تعطيه مكافأة. شاطر. خلص الطير كمان مرة، يلا سلم سلم. شاطر. فما تعطي اصبعك كامل تحت الاجرتين، طرف اصبعك تحت اجر وحدي عشان يجي يطلع باجر وحدي، وبعديها تسحب اصبعك وتعطيه المكافأة وتقول له سلم، عشان يربط الكلمة كلمة سلم بهذه الحركة، وشوية ممارسة خلاص بيتعود عليها. يلا ميسي سلم سلم سلم. تعال وقف. يلا سلم. شاطر. خليه ياكل يخلص، حاول معه اخرى مرة. مسألة بسيطة جدا وسهلة جدا، مدهاش مجهود كثير. سلم. شاطر. صار يسلم، صار عارف شو المطلوب منه. طبعا تستمر معه لان الطير بينسى اذا ما في ممارسة. اخرى مرة. ميسي سلم سلم سلم. يلا سلم. شاطر. طبعا اذا طلع بالجرتين لا تعطيه مكافأة، اسحب ايدك وخلص. استمر معه، حاول معه اخر مرة. بس حبينا نفرجيكم، نظف هنا لانه بضل مشغول بيهن. يلا سلم 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 سلم. شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.